مشاهدينا، وللحديث أكثر عن جرائم القتل التي عادت إلى العراق وعدم تحقيق المسائل القانونية عن العنف فيه كما وصفت Human Rights Watch، معنا من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل. مساء الخير عليك. أهلا وسهلا. مساء النور. مرحبا أستاذ بهاء. هل من باب المصادفة عودة حوادث القتل السياسي وكذلك الطائفي في العراق، ولا سيما في بغداد التي عثر فيها خلال 10 أيام على 11 جثة، يعني بمعدل باليوم جثة واحدة أو أكثر؟ لا، بالتأكيد هي ليست مصادفة. هنالك، الجميع يعلم، هنالك ميليشيات تصل وتجول في العاصمة العراقية بغداد، وهذه الميليشيات وضعت حول نفسها حصانة قانونية مكنتها من ارتكاب العديد من الجرائم دون حساب أو رقيب. يعني هذه الحصانة مكنتها حتى من تهديد القضاء على لسان أحد قادة ميليشياتها، وبدرجة كافية لتجعلها قادرة على ارتكاب جرائم في كل مناطق بغداد أو حتى في عموم العراق، يعني بصراحة من دون محاسبة من أي جهة قضائية أو قانونية ممكن أن تقف وجه هذه الميليشيات، أو حتى بإمكان أي قوة أمنية أن تحاسب هذه الميليشيات على ما ترتكبه من جرائم. لذلك هي ليست صدفة. هنالك فترة مرت 8 أشهر تم تسليم الحكم من قبل السفيرة الأمريكية إلى ميليشيات الإطار التنسيقي، اللي هي أساس المشكلة في العراق وأساس الأمن في العراق وأساس الحالة المزرية التي يمر بها العراق بسبب هذه الميليشيات وما تفعله من سرقات منظمة وتهريب العملة ومخدرات وكل الأشياء اللي يتم اتهامهم بها. ومع ذلك الآن هم أصبحوا المتحكمين في مصير العراق، كما ذكرت إحدى المجلات الغربية يوم أمس كيف أن العراق ينهار ببطء. وبالحقيقة هذا الأمر واقعي يحدث حاليا. كل الهالة الإعلامية أو الأماكن الإعلامية التي تحاول أن تصور العراق باعتباره مستقر أمنيا وسياسيا من أجل جلب الاستثمارات التي تحاول السفيرة الأمريكية جلبها إلى العراق من خلال حكومة السوداني، هذه مجرد تنهار أمام بعض التصريحات من قادة الشرطة بسبب كثرة الجرائم ومعدلاتها المرتفعة في المدينة. طيب، هنا أيضا الرابط ما بين الواقع السياسي والقضائي في العراق مع ما يجري من جرائم قتل. أكيد هنالك رابط. الجهة القضائية طالما هي مقيدة ومهددة من قبل الميليشيات سياسيا، لا يمكن للقضاء حاليا محاسبة أي مسؤول بسبب نظام المحاصصة الموجود، لا يمكن محاسبة أي مسؤول عن جريمة قتل بسبب المحاصصة. وإذا عدنا بالتاريخ خلال السنة اللي فاتت أو السنتين اللي فاتت، أغلب جرائم القتل يرتكبها منتسبين بالقوات الأمنية. أغلب جرائم القتل يتم التصريح على أنه تم العثور على القاتل أو تم القبض على القاتل، واتضح فيما بعد أنه منتسب للقوات الأمنية، وحصل مع الشهيد هشام الهاشمي، مع الكاتب الصحفي أحمد الصمد، مع الدكتورة في بغداد منصور، جريمة الدكتورة في بغداد أيضا كان منتسب. وهنالك حالة من الرضا بالنسبة لهم، يعني كميليشيات عندما يرتكبون هذه الجرائم يعتبروها نوع من يعني الواجب الذي يجب إطاعته. يعني هناك خط موجود، أي شخص يحاول الخروج عن هذا الخط فإن مصيره القتل. هي تمارس العدالة بالنسبة إلها بهذه الطريقة، ولا يوجد أي رادع لا قضائي ولا قانوني يقف في طريقها بسبب ما ذكرته حضرتك. نعم. ما ذكرته لحضرتك قبل قليل بأن هنالك القاضي هو الحكم أصبح، بالتالي الوضع صار لا يمكن لأي جهة أن تحاسب أي ميليشيا في العراق. ولكن في ذات الوقت هناك تناقض ما بين تصريحات الأمنية التي تبرر عمليات القتل بأنها سطو مسلح، وبين ما يتحدث عنه المسؤولين بأن هناك استقرار أمني في العراق. وفي ذات الوقت حتى وإن كان بدافع السرقة أو السطو، أليس انهيار العملة وتردي الواقع الاقتصادي سبب إلى يعني انفلات الأمن وبحث الناس عن لقمة العيش حتى وإن كانت بالقتل؟ لا، هذا بصراحة كلام صح، مجرد تصريحات يعني منافية للواقع. هنالك عديد المشاكل الموجودة في العراق ممكن أن تدفع الجريمة، معدلات الجريمة إلى الارتفاع. مثلا العراق، وحسب تصريح وزير الداخلية السابق، قال أنه نصف شباب العراق الآن أصبح يتعاطى المخدرات. الميليشيات التي نشرت المخدرات في شوارع العراق لها دور كبير في زيادة معدلات الجريمة. الجميع يعلم بأنه المخدرات والجريمة تناسب طردي بينهم، وبالتالي هذه واحدة من المسببات لارتفاع معدلات الجريمة.
ايضا البطاله والحاله الماديه، ايضا هنالك رغبه من الميليشيات في بسط سيطرتها ونفوذها، هذا ايضا يزيد من ارتفاع معدلات الجريمه في العراق كونها المسيطره حاليا ومن دون حسيب ورقيب، وبالتالي هي تفعل ما تشاء وفي نفس الوقت تدعي انه العراق امن والعراق بلد مستقر سياسيا وامنيا، وهذا الكلام طبعا منافي للحقيقه بصوره كبيره. ايضا هنا نتساءل اين تعهدات الحكومه بانهاء فلتان السلاح والميليشيات في العراق، وكثيرا ما اعلن عن وجود طرف ثالث هو المتسبب بعمليات القتل في العراق. موضوع الطرف الثالث هذا مجرد يعني نوع من التشويه للحقائق. الجميع يعلم ان هنالك طرفين فقط، طرف دوله وطرف لا دوله، هو من يتصارع في العراق. لا توجد حكومه حتى الان قادره على الوقوف بوجه الميليشيات، لا سياسيا ولا حتى امنيا، لانه يعني الميليشيات الان اصبحت لديها قاعده، اصبحت لديها قاعده عسكريه، اصبحت لديها امكانيات ماديه واقتصاديه ممكن ان تؤثر على البلد، اصبح لديها قرار سياسي الان، اصبحت داخل البرلمان واصبح لديها قرار سياسي بحيث اصبح بامكانها ان تقيل رئيس الحكومه اذا ما فكر من التقرب من الميليشيات او محاوله سحب السلاح من هذه الميليشيات او حل الميليشيات. السيطره اصبحت من جميع الجوانب اقتصاديه وسياسيه وحتى عسكريه وامنيه، العديد من عناصر الميليشيات هي منضمه بالفعل الى القوات الامنيه وموجوده داخل المؤسسه الامنيه. نعم. ايضا موضوع الحشد الشعبي هو ليلا هو فصائل ونهارا هو حشد، هذا نوع هذه الازدواجيه تضيف على الحكومه عبء كبير لا يمكن ان تتحمله، لا يمكن الحكومه ان تحاول او تفكر في انهاء السلاح المنفلت، ولذلك هم اطلقوا وعود كثيره بالبرنامج الحكومي لم يتم تنفيذ اي منها حتى. حسب المراقبين استاذ بهاء فان ما يجري ليس من باب الصدفه، من المستفيد من استمرار الوضع في العراق ولماذا يراد له ان يعود مره اخرى الى دائره العنف والجثث مجهوله الهويه وربما تدخل اطراف اخرى خارج العمليه السياسيه في ذات الاطار؟ هم طرفين المستفيدين لا غير، الطرفين المستفيدين من بقاء العراق الى ما هو عليه، الطرف الاول هو ايران والطرف الثاني هي ميليشيات ايران اللي موجوده في العراق، ايران لا تريد العراق ان ينهض لانه حاليا هي تعتبر العراق المغذي الرئيسي الاقتصادي لها، تعتبر العراق عمق استراتيجي من الناحيه الامنيه، تعتبر العراق سوق للمخدرات بالنسبه لها، تعتبر العراق كانما نهر الدولارات التي يصب في محيط ايران، لا يمكن لايران ان تدع العراق ينهض من جديد لانها تعلم انها ستخسر الكثير في حال انه اصبحت للعراق حكومه قويه واصبح هنالك سلطه بامكانها ان تمسك زمام الامور في البلد وتنهي سيطره الميليشيات على الوضع. الطرف الثاني ايضا هي الميليشيات، الميليشيات اصبحت لها مكاتب اقتصاديه، اصبحت لها اموال بالمليارات، اصبحت الان غنيه. نعم. وتمتلك ايضا يعني ترسانه عسكريه، في كل الاحوال اي تغيير في بالعراق ممكن ان يضر هذه الميليشيات، وبالتالي بقاء العراق على ما هو عليه يتيح لايران الاستنزاف العراق وفي نفس الوقت يتيح للميليشيات استمرارها في النمو على حساب العراق. من اسطنبول الكاتب الصحفي الاستاذ بهاء خليل، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.